قدامنا فوق الساعه 4 الساعه 1 الصبح اول امبارح، نفس مكان ما ولعت الصبح. النهارده بيتم واحد سوري في نفس المكان اللي ولع قدامنا دوت. جريت عليهم الساعه 7 وربع الصبح بكلمهم، طلعوا البهوات. التحريق بدا الساعه كام وفين بالظبط؟ كانت الساعه بالظبط 6 ونص بدا، وانا نازل كانت 7 و5 بالظبط كانت بدا. فبتصل ب 122 البهوات، الله لا يسامحهم. اللي كان مكلمني 8 الصبح قفل السكه في وشي 3 مرات. لو احنا بنقول ان السيسي ولا بنقول ده ولا بنقول ده، احنا اللي ننضف لنفسينا. البيل اللي قاعد نايم الصبح قفل السكه في وشي 3 مرات ولا عمل حاجه. دول الله يبارك له الظابط اللي قاعد ده، الله يبارك له اللي قام بالدنيا دي كلها هو ورجاله اللي معاه. دول اللي قاموا بالدنيا وسيطروا في الممر كله، ولع في لحظه، مش مكان واحد، ولع كله يعني فعل فاعل. ممر الراعي الصالح؟ ممر الراعي الصالح بالكامل. تمام. يعني كلها محلات، ما فيش محل فيه طفايه. ما فيش محل فيه طفايه. قد ايه سبب الحريق ايه لغايه دلوقتي؟ هم لغايه دلوقتي فوق كان في واحده من قناه بيتو، كل اللي فوق بيتهم السوري ان كان معاه خناقه امبارح واتطرد. كان بيجري الصبح الساعه 6 الصبح من قلب الممر.